بسم الله الرحمن الرحيم. أكلة العرايس هاي الأكلة مشهورة كتير بفلسطين والأردن وسوريا ولبنان، وبيحبوها كتير لأنها سهلة ومفيدة وبنفس الوقت إلها تاريخ. يعني هي كانت يقدموها للعرسان بالعشاء أو بالفطور، وسموها عرايس كمان لأنه كانوا يلفوها بالورق الأبيض لأنه صحي أكتر، فيطلع منظرها مثل العروس. وطبعا هي عرايس لأنه الواحد ممكن أنه ما يشبع من سندويشة واحدة، فلازم ناكل العرايس حتى نشعر بطعمها اللذيذ. وهي سهلة كتير، وممكن أن نعملها من الخبز العادي الكماش، المحشي بالكفتة، الكفتة اللي هي اللحمة المفرومة مع البقدونس والبصل، وإذا مش متوفرة ممكن أنه إحنا هلأ نعملها في البيت مثل ما بدنا نشوف بالفيديو. وتؤكل العرايس مع المخللات والزيتون واللبن الرايب أو لبن عيران اللي هو لبن أب، أو ممكن أنه نشرب معها الكولا. خلينا نشوف كيف الطريقة. رح نحتاج نصف كيلو لحم خروف أو لحم خروف مخلوط بلحم عجل المتوفر عندكم، بس بفضل لحم الخروف، مع كوب من البقدونس منضيفه على اللحم حتى نجهز الكفتة، حبتين بندورة مغسولين، توم حسب الرغبة، ممكن سن 2-3، حبة بصل، بدنا ملح، هذا الملح اللي عندي هيمالايا خشن صحي، بدنا بهارات مثل القرفة والهيل والبهار العادي، فلفل حار حسب الرغبة، وإذا عندكم أطفال براحتكم. هلأ بدنا نجهز للطريقة بالخلاط، نضيف البندورة وفوقها البصل، ومنجهز التوم يكون مهروس شوي حتى نضمن إنه انهرس بطريقة تكون متجانسة مع الخليط. وهذا الفلفل الحار اختياري زي ما قلت لكم، بنضيفهم كلهم مع بعض في الخلاط، وبنضيف لهم معلقتين دبس الرمان علشان يعطيهم الطعم اللي فيه شوية الحموضة. نخلطهم في الخلاط حتى نوصل لمزيج يعني مش ناعم كتير، شوي خشن لأنه رح يدوب خلال الخبز بالفرن. بهاي الطريقة هيك بيكون. بنجهز اللحمة مثل ما قلت لكم، لحم خروف أفضل نوع، بنضيف عليها البهارات، وإذا متوفر عندكم الكفتة من اللحم إنه فيها البقدونس والبصل بنفس الوقت بيكون أفضل. أنا حطيت هون كزبرة ناشفة مع البهارات اختياري، وبنضيف عليهم البقدونس. أنا هذا البقدونس كنت فارمته من قبل، حوالي كوب بقدونس، بنعجنهم مع بعض حتى نوصل للحمة مع البقدونس، بس طبعا هيك الكفتة ناقصها بصل، احنا البصل حطيناه في الخلاط مع البندورة. مع هذا المزيج اللي من البندورة والبصل والفلفل بنضيفهم على اللحمة حتى نخلطهم مع بعض. رح تلاحظوا في شوية سائل في الخليط، ما تتخلصوا منه لأنه هذا السائل اللي من البندورة والبصل هو اللي رح يساعدنا على استواء اللحمة داخل الخبز. هلأ بدنا نفتح الخبز بطريقة إنه نقدر نحشي بهاي اللحمة الكفتة اللي إحنا جهزناها. بنفتح طرف الرغيف بالسكين، بعديها بأصابعنا لأنه كتير أسهل، السكين ممكن إنها تنزعه، ممكن انه ما يكون معنا بطريقة مستقيمة. فبنفتح الرغيف اكتر من النصف حسب انتو يعني كيف تقدروا تتحكموا في الرغيف. بهاي الطريقة نتأكد انه مفتوح للآخر. وهلأ في عنا احنا جهتين، الرقيقة والسميكة، الحشوة رح تكون على الجهة السميكة هاي. نجهزهم كلهم مرة واحدة الخبز حتى نحشيهم ورا بعض. بهاي الطريقة بنحاول انه ايدنا ما تروح على الطرف. هلأ بنحشيهم بمساعدة زيت الزيتون، انا بفضل انه ندهنه بزيت الزيتون. زي ما قلت لكم نحشيها من الجهة السميكة.
إذا بتحبوا زيت نباتي ما في مشكلة، أو سمنة براحتكم، بس أنا بفضل زيت الزيتون صحي أكتر. ندهن شوي. وفي ناس إذا بتخافي إنه يطلع الخبز يابس ممكن ترشوه بالمي، ممكن رشة خفيفة، نقط مي خفيفة كتير. هلأ بنحشي الكفتة أو اللحم المفرومة بداخل كل رغيف. ما بدنا تكون الطبقة كتير سميكة، وبنفس الوقت ما تكون كتير رقيقة. بهذا الشكل بنوزعها بالتساوي، ومنتأكد إنها وصلت إلى داخل الرغيف. وإذا لاحظتوا في مي عم تنزل سائل من الحشوة، معلش، هو هذا اللي رح يساعد اللحمة إنها تستوي. بس بدي ألفت نظركم إنه أنا نصف الكيلو زاد عندي لحمة، يعني نصف الكيلو ممكن يعمل 6 رغيفة، لأنه أنا عندي زاد، فممكن أني أعمل إشي تاني في اللحمة اللي زادت. وهلأ بنجهزهم للخبيز، بنحمي الفرن، أي نوع فرن، كهرباء، ممكن على الفرن التوستر بتزبط، بس لازم تستخدموا ورق زبدة. أنا بدي أستخدم فرن الغاز، هذا بحبه أنا كتير، فرن الصاج. طبعا بالأول، هلأ لما بدنا نحمره بالأول بتكون النار من تحت، بدنا نشعل النار تكون تحت الصينية، وبس يحمر ممكن إنه إحنا نقلب الأرغفة على الوجه الثاني، أو إنه ننزلها تحت، ممكن ننزلها تحت وتصير النار فوق. هلأ هيك حمروا، وزي ما قلت لكم ممكن انه نقلبهم هيك على الوجه الثاني من غير ما ننزل الصينية للفرن، برضو منظرهم بيبقى كتير حلو. هيك العرايس صاروا جاهزين. ممكن احنا ناخد معنا عرايس لست عم تنقل من بيت لبيت، او اذا ناس بيقربونا عندهم مناسبة ما طبخوا، فاحنا ممكن انه ناخد لهم العرايس، لانه ما في طناجر حتى نجلي، ما في غلبة صحون، يعني راح تكون غلبتهم خفيفة كتير بعد الاكل. فدايما احنا يعني منساعد بعض لما بدنا يكون في عنا مناسبات، ان شاء الله دايما بالافراح بناخد لبعض عرايس. وزي ما قلت لكم لفوها بالورق الابيض، منظرها بيكون كتير حلو، ولازم تؤكل سخنة، منلفهم منيح، وممكن تسخينهم. وعلى فكرة العرايس لو باتت رح تكون طرية، يعني بعد ما تبات لتاني يوم لو زاد بتكون طرية، ما رح تيبس من الزيت ومن البندورة والبصل والمية اللي موجودة في الرغيف. هذا هيك منظرها وهي جاهزة، وتؤكل مع اللبن أب مثل ما قلت لكم، والزيتون الأخضر والزيتون الأسود والمخللات، مخلل لفت ومخلل خيار، وأي أنواع من العصير، ممكن الكولا، أطيب إشي الكولا مع العرايس. وهيك بنكون إحنا خلصنا، وصحتين وعافية. وإذا عجبكم الفيديو ياريت لو سمحتوا تضغطوا سبسكرايب حتى يوصلكم أي شيء بعمله أنا من الأكلات، أو بتكلم عن الوصفات، أو شغلات بتتعلق بالتراث. يعطيكم العافية وإلى اللقاء. تحياتي عريب العزيزي.